السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. السهل ابن سيرين رؤية وضع الصبغة على الشعر في المنام بالزينة والتزين أو محاولة إخفاء العمر. ويقول كبار مفسري الأحلام أن حلم صبغة الشعر لشخص آخر تدل على مشاركة الناس في أفراحهم، فيما حلم شخص يصبغ لك شعرك في المنام تدل على محاولة الستر عن عيوبك وأسرارك. ويقول النابلسي شراء صبغة الشعر في المنام دليل على سعي الراعي لأمر فيه صلاح، أما الحصول على هدية صبغة الشعر في المنام فهي دليل على الفرح والمحبة من الآخرين. ويقول ابن سيرين أيضا أن الصبغة السوداء في المنام دليل على رزق ومال وفير قادم إن شاء الله. ويقول المفسرون المعاصرون أن الشعر الأشقر في المنام دليل على الحزن والمرض، فيما صبغ الشعر أحمر في المنام يدل على المحبة والود، وصبغ الشعر باللون البنفسجي في المنام دليل على استلام منصب وسلطة رفيعة بين الناس. ويقول كبار المفسرين المعاصرين أن صبغ الشعر باللون الأزرق في المنام يدل على الحصول على الراحة والطمأنينة، فيما صبغ الشعر باللون البرتقالي في المنام دليل على التخلص من المشاكل والمشاحنات. ويقول المفسرون المعاصرون أن صبغ الشعر باللون الأبيض في المنام يدل على الفشل والخسارة، ويدل صبغ الشعر باللون الوردي في المنام على التخطيط لأمر فيه مرابحة. ويقول كبار المفسرون الأحلام أن الشعر المصبوغ الأصفر يدل على الوقوع في الفتن، وحلم الشعر المصبوغ بني فاتح يدل على الخير والسرور. ويقول أيضا ابن سيرين أن حلم صبغ الشيب في المنام يدل على سداد الديون، وقد يدل أيضا على الستر. وقال ابن سيرين أن رؤية صبغ الشعر في المنام للرجل تدل على إخفار أعماله. ويقول ابن سيرين أن رؤية صبغ الشعر في المنام للعزباء يدل على الفرح والسرور. ويقول أيضا أن كبار المفسرين أن صبغ الشعر في المنام للمتزوجة دليل على التغييرات التي ستطرأ على حياتها. ويقال أيضا أن صبغ الشعر في المنام للحامل دليل على قرب ولادتها بشكل طبيعي إن شاء الله. ويقول ابن سيرين أن رؤية صبغ الشعر في المنام للمطلقة دليل على زوال همومها وانتهاء أحزانها إن شاء الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.